لسه ما خلص. طمني دكتور، رح يوقف قلبي؟ والله ما انا عرفان شو بدي لك. ادعي له. شو يعني؟ حياته بخطر. لا لا ان شاء الله بدوم بالسلامه، بس في حروق بجسمه من الدرجه الثانيه والثالثه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي خالتي، حكون معك صريح، بنتك وشها كثير متأذي، وان شاء الله بس الطيب رح تحتاج لعمليات تجميل حتى يرجع وشها طبيعي. شو بحكي لك اختي؟ انا اجيت اطمن على سوسن. امتي احملي حالك وروحي من هون، انا ما بقدر اشوفك. ان شاء الله. حاكيني ولو كلمتين. انا بعرف انه يلي عمله تيم ماله قليل، بس انا والله مالي ذنب ولا لي رضيان. وان شاء الله رح اجيب لك اياه من رقبته لحتى يعتذر ويصلح كل شيء عمله. عم اقول لك روحي من هون. بكفينا اللي عملتوه، شو جايين تعملوا كمان؟ سامي خد امك وروحوا من هون. لا انا مالي راحي قبل ما اطمن على سوسن، لك انا قلبي مثل النهر عليها. بوس ايدك تروحوا من هون، مو ناقصني خربان بيت اكثر من هيك. خلص امي خلينا نمشي هلا. لك حتى تطلع ما عم ترضى تطلع فيني. والله العظيم والله العظيم ورحمه جوزي، لو بعرف انه ابني بده يعمل هيك بسوسن لكنت قتلت حالي وهو ببطني ما خليته يشوف هالدنيا. طلع فيني اختي، طلع فيني، انا مالي ذنب. لك وانا كمان مالي ذنب. جوزي حلف علي يمين طلاق انه عيني ما تحكم بعيني. شو هالحكي؟ بس انت اختي، اختي بنت امي وابي. يا ريتك انت وابنك تذكرتوا هالحكي قبل ما عملتوا فينا هالمصايب. جوزي ملحوش بالبيت بين الحياة والموت، وبنتي تشوهت لآخر عمرها. بتعرفي شو يعني تشوهت؟ يعني خلص ما عاد في سوسن، يعني ميتة هي وعايشة. شكيت كل الله، خطيت برقبت كل يوم لأيامي. حاولي مالي خالتي، ما فيك تفوتي. اخ